يا وزير ما عنده شهادة. لا هو الآن والله هي حاليا لا أذكر، لكن أذكر النواب موجودة حاليا. ها النواب بالدورة الحالية؟ نعم. لو بالدورات السابقة أكو بالدورة حالية، نعم موجودة دورة حالية والدورات السابقة، وهذا انبنى عليها جوانب مالية وجوانب، نعم وهذا انبنى عليها جوانب مالية واحتلال مناصب. زين الآن أنت تتكلم بثقة مطلقة لأنه الشركة البريطانية هذه الأوليات موجودة في هاردات، زين هم يروحون للهاردات ويتلاعبون بالنتائج، شنو الضمانات؟ لا يمكن تزويرها لا يمكن تزويرها دكتور نجم، لا يمكن تزويرها على الإطلاق. والله يعني سيد مجلس القضاء، سادة مجلس القضاء، أنا اليوم أكبر بالقاضي ضياء جعفر اللي صدر أمر إلقاء قبض، وجاءوا الوليدات نور والجماعة اللي صرخنا اليوم جابوهم من المطار اللي ما لحق يشرد. فأمي مدام بدأنا هذه الثورة، هذا الرجل دكتور ووكيل وزير يقولكم أنا على استعداد أن أعطيكم 60 مسؤول ووزير ونائب ومستشار بالدولة العراقية، مزور شهادته وطو شهادات مصدقة أيضا تزوير ويوديكم على الهاردات. شو تقول دكتور نهاد سيد رئيس مجلس القضاء والسيد رئيس الادعاء العام؟ الآن تسمعون شنو رأيكم؟ أنت شنو رأيك يا دكتور نهاد أن تقوم بهاي المهمة؟ وعندنا استعداد نزود القضاء بالهارد، ويمكن يعني ممكن القضاء يدقق الشهادات المزورة على وضع الهارد الموجود. ها والولد والبنات والحبيبات الفلوس اللي أخذوها وصاروا وزراء وصاروا نواب ومزورين، نرجع فلوسنا ونذبهم بالسجن. هسه مو عيب واحد يقعد متأخر، بس العيب يظل نايم. وإحنا وظيفتنا يا الأخ العزيز الأستاذ السيد رئيس مجلس القضاء أن نقدم لكم الناس.